محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون بعنوان Upper and Lower Limbs. إذا راح ناخذ تشريح الأطراف العليا والسفلى. اليوم إن شاء الله راح ناخذ الجزء الأول من الأطراف العليا ونكمل المحاضرة القادمة ثم ناخذ الأطراف السفلى. Structure of the skeletal system. راح نبدأ بتركيب الجهاز الهيكلي. مرت علينا هاي بلاب 1 اللي هي تسوية الجهاز الهيكلي. كيف قسم الجهاز الهيكلي إلى جزئين أساسيين two parts. The skeletal system is made up of. هاي مهمة، ما هي مكونات الجهاز الهيكلي؟ So we have structure of the skeletal system. مما يتكون الجهاز الهيكلي؟ هاي مهمة، مكونات الجهاز الهيكلي bone, cartilage and joints. إذا راح يتكون من عظام، غضاريف والجوينتس المفاصل. What the two parts of the skeleton system؟ ما هي الجزئين الرئيسيين للجهاز الهيكلي؟ axial what does mean axial؟ المحورية اللي تاخذ اللون الأزرق. The skull, vertebral column, ribs and sternum. طلاب مثل ما أنا عاد أشرح القرون، يعني أنا عاد أخذ فقط رؤوس النقاط، الشغلات المهمة بالعملي. ليش؟ لأن أنت من تجي على practical anatomy المهم تعرفه هو الدايجنوسز، المهم تعرف انك تشخص، ما المهم انك تحفظ سرد، لا تشخص الجزء العملي، انك تتعلم تشخص الجزء، تتعرف عليه، تعرف وظيفته، تعرف المنشأ، تعرف التركيب الهيكلي. ما يهمني شرح، اللي يهمني هو دايجنوسز. حتى الأسئلة كلها تكون على شكل مختصرات، يعني الإجابة ما لها كلمة أو مصطلح، يعني أحيانا كلمة أو مصطلح. زين، راح نجي على الاكسيال بارت اللي هي الاجزاء المحوريه. ايش راح تشمل الاكسيال بارت؟ راح تشمل الهيد والفيرتيبرال كولومن الريبس والاسترنم. الابنديكولار اللي هي الاجزاء اللواحق او الاطراف راح تشمل البيكتورال جيردل والارمز، اذا حزام الكتف والأطراف العليا عفوا، والبلفيك جيردل والليكس، البلفيك جيردل والليكس. إذا هاي مكونات الجهاز الهيكلي، أجزاء محورية وأجزاء لواحق أو طرفية. We have pectoral girdle and upper limb. راح نبدي بحزام الكتف. لازم نعرف عدد العظام، هذا الرقم، لازم نعرف عدد العظام المكونة لكل منطقة. So the pectoral girdle consists only two bones. كم راح تكون لي حزام الكتف؟ عظمتين. الأولى the scapula، لوح الكتف. الثانية the clavicle، الترقوة. واضح الصوت طلاب؟ أي دكتورة واضح كله. نعم. إذا الجزء الأول من حزام الكتف الاسكابيولا، لوح الكتف اللي هو الجزء مثلث المسطح، والعظمة الثانية the clavicle، عظمة الترقوة. إذا هذا هو البيكتورال جيردل. راح نجي للسكابيولا. سكابيولا اللي هي لوح الكتف، أنطيها وصف، وصف تشريحي. يجيك سؤال explain the scapula bone، explain the scapula bone. إيش أقصد بسؤالي؟ وضح لي التركيب التشريحي لعظمة السكابيولا، انطيني وصف لهذه العظمة. ايش يكون جوابك؟ It's a triangular flat bone. فقط هذا الجواب راح ينطيني الفكرة انه انت فهمت السؤال وفهمت انا ايش عاد اعيد منك. انطيني وصف تشريحي لهذه العظمة، تجاوبني triangular flat bone، عظمة مسطحة مثلثة. زين، الفرع الثاني للسؤال مثلا What the function of scapula؟ ما هي وظيفة هذه العظمة؟ تنطيني هذا النقطتين. النقطة الأولى form protective cover for shoulder joints، إذا هاي الوظيفة الأولى، راح تكون لي حماية أو تنطيني الحماية لمفصل الكتف. الوظيفة الثانية attachment sites، نقاط تهيئ لي نقاط اتصال with what؟ with the shoulder muscle، مع عضلات لوح الكتف. إيه هاي النقاط؟ هاي النقاط المؤشرة، هاي نقاط لتمفصل muscles، إما
عضلات لوح الكتف أو بعض عضلات الأطراف العليا من الجهة الخلفية راح تتواصل مع عظمة الاسكابيولا. إذا هاي هي عظمة الاسكابيولا، الوصف ماله تريانجولار فلات بون، والوظيفة ماله نقطتين، النقطة الأولى بروتكتيف والنقطة الثانية اتاتشمنت سايت. We have clavicle، عظمة الترقوة. أيضا يجي سؤال explain the clavicle bone. Explain the clavicle bone. إيش راح يكون جوابك؟ A long bone، هاي النقطة الأولى، لأن هي عظمة طويلة. With slight sigmoid H-shaped curve، مع انحناء أو تقوس يعطيها شكل شبيه بحرف الاس. زين. What the important of the clavicle bone؟ What the important or the function of the clavicle bone؟ إيش راح يكون جوابك؟ Holding the upper limb away from the body. Holding the upper limb away from the body. إذا أهميته إنه تحمل الأطراف العليا بعيدا عن الجسم. هاي الأطراف العليا لو ردت أنا إنه أبعد الأطراف عن المحور الجسم، إذا هاي العظمة الكلافيكل هي اللي راح ترفع لي الأطراف العليا. زين. We have 2.4 articulates of the clavicle bone. إذا ما هي نقاط تمفصل عظمة الكلافيكل؟ النقطة الأولى للتمفصل هي laterally، جانبيا، with the scapula bone. إذا من الجانب راح تتمفصل مع عظمة الاسكابيولا. لاحظوا، من الجانب مع عظمة الاسكابيولا. وميديالي من الوسط with the manubrium of sternum، ومن الوسط راح تتمفصل مع قبضة عظمة القص. إذا أيضا لو جاك سؤال نقاط التمفصل articulate point of the clavicle bone، راح تجاوبني two articulate points، الأولى laterally with the scapula والثانية medially with the manubrium. أي سؤال قبل ما نكمل؟ أي سؤال حول البيكتورال جيردل؟ دكتورة والله بس هيدي الارتيكولي. نعم. Each clavicle articulates laterally with the scapula ومedially with the manubrium of sternum. إيش يذكر لك بهاي الفقرة؟ أنه كل clavicle، يعني هاي عظمة الكلافيكل، تمتلك نقطتين للتمفصل. النقطة الأولى جانبيا laterally، أخذنا المحاضرة الأولى lateral والميديال. Laterally with the scapula مع عظمة لوح الكتف، وميديالي من الوسط with the manubrium of sternum مع قبضة عظم القص. هذا العظم كله بالوسط أمام الأضلاع اسمه عظم القص، الجزء الأعلى منه اسمه manubrium، قبضة عظم القص. إذا تتمفصل من الوسط with the manubrium of sternum ولaterally with the scapula. هاي نقاط التمفصل للكلافيكو. دكتورة شنو السؤال؟ شلون يجي هذا النقطتين؟ مثل ما ذكرت لك explain the articulate point of a clavicle. Explain the articulate point of a clavicle، يعني وضح هيئة أو كيفية تمفصل عظمة الكلافيكو. كم نقطة للتمفصل؟ نقطتين جانبيا مع لوح الكتف ومن الوسط والفزيرنو. انتهينا من حزام الكتف. منو اكو بعد حزام الكتف؟ من اخذنا تشريح الاطراف العليا. اذا هاي حزام الكتف عظمتين سكابيولا والكلافيكل. يلي حزام الكتف الاطراف العليا، تمام؟ راح يليها الاطراف العليا. المنطقه الاولى من الاطراف العليا راح اسميها the arm. The arm. اذا upper limb اول منطقه بها هي الarm. أيضا لازم نعرف عدد العظام المكونة لكل منطقة. الآن حزام الكتف من أخذناها كم عظمة؟ اثنين. نعم، عظمتين اللي هي scapula and clavicle. So we have upper limb. الآن منطقة الذراع كم عظمة؟ Only one bone، عظمة واحد. Called the humerus bone. Called the humerus bone.
What does mean humerus؟ يعني المطرقة. إذا منطقة الأرم، منطقة الأرم هاي المنطقة تمتلك عظمة واحدة رح نطلق عليها تسمية الهيومرس، عظمة المطرقة. لاحظوا شكل يشبه المطرقة. So we have humerus bone. إذا عدد العظام واحد. الترمينولوجي لهذه العظمة هو humerus bone. رح نجي على التفاصيل الموجودة بعظمة الهيومرس. المنطقة الأولى the humerus head. The humerus head. طبعا كل عظمة في مقدمة العظمة يوجد نقطة للتمفصل، ونهاية العظمة أيضا يوجد نقطة للتمفصل، وهي مهمة جدا. الجوينت وين من أكو جوينت طلاب نركز عليه؟ أشون نقراها؟ العظمتين اللي أدت إلى تكوين الجوينت، العظمتين أو المنطقتين اللي أدت إلى تكوين الجوينت. الآن الهيومرس هيد، المنطقة الأولى الهيومرس هيد articulates with the clinoid cavity of scapula to form shoulder joints. To form shoulder joints. إذا هذه المنطقة اللي هي نطلق عليها الهيومرس هيد تتمفصل مع الكلينويد كافيتي اللي هو مثل التجويف أو الكافيتي الحفرة موجودة في منطقة الاسكابيولا حتى تستقر بها الهيد أوف الهيومرس وتكون لي شولدر جوينت. المفاصل كل أنواع المفاصل أو أغلبية أنواع المفاصل موجودة في جسم الإنسان هي عبارة عن تركيب مستدير وتركيب مقعر، يعني كرة وحفرة. تستقر هذه الكرة بداخل الحفرة فتهيئ لي قابلية الحركة، وهكذا يتكون المفصل مثل مفصل الكتف، مفصل الحوض. راح ناخذها بعدين نسميها apple socks joints. لاحظوا؟ إذا هذا التركيب الكروي وهذا الكافيتي. إذا تمفصل الهيومرس هيد with the clinoid cavity إيش راح يكون لي؟ إذا كيف راح يتكون البيكتور سوري shoulder joint؟ Explain shoulder joint formation. السؤال Explain the shoulder joint formation. وضح كيفية تكوين مفصل الكتف. إيش راح يكون جوابك؟ articulates. نرجع على المصطلح articulates humerus head with the clinoid cavity of scapula. هذا الجواب. إذا راح يتكون من تمفصل articulates humerus head، من تمفصل الهيومرس head with the clinoid cavity of scapula. راح يتمفصل رأس عظمة الهيومرس مع التجويف الحقي، هاي كلينويد كافيتي التجويف الحقي لعظمة الاسكابيولا، فراح يتكون لي مفصل الكتف. النقطة الثانية ذا النك، هاي النقطة يطلقون عليها عند النك. النقطة الثالثة ذا جروف، هذا الشق الطولي موجود على الجهة الخلفية لعظمة الهيومرس ذا جروف، ومهيأ لاستقرار التندون اوف مسلز. هاي العظمة راح تغطى بمسلز، وكل عضلة تمتلك تندون. التندون اوف مسلز راح يستقر بداخل هذا الجروف حتى يتم تفعيل العضلة على العظم. The body بقية أجزاء العظمة هاي كلها راح نسميها the body والكابيتولوم والتروكليوم. What does mean capitulum؟ الرؤيس، يعني مصغر رأس. لاحظوا هاي العظمية فيها تركيبين مستديرين، التركيب الأول راح أسميه كابيتولوم والتركيب الثاني تروكليا، الرؤيس والبكرة الكعبورية. إذا راح أجي من الجهة الخلفية، من ندير العظم من الجهة الخلفية، راح يكون هذا الكابيتولوم وهذا التروكليا. إذن مثل ما كانت الهيومرس هيد هي نقطة تمفصل، نقطة لتكوين مفصل، النهاية العظمية أيضا هي نقطة لتكوين the elbow joint. What does mean elbow joint؟ What does mean elbow joint؟ دكتورة راحت الصورة من وضعها. من جديد مشاركة. دكتورة موجودة بس هم ما يدخلون عليها. لا موجودة، ست موجودة الصورة. صورة موجودة. زين. What does mean elbow joint؟ مفصل الكوع.
So the elbow joint formation. إذا كيف راح يتكون لي ال elbow joint؟ راح يتكون from articulate the capitulum with the radius وال trochlea with the ulna. راح يتمفصل هاي النقطة اللي سميناها الرويس مع عظمة الراديوس لمنطقة الفرعون، وتتمفصل التروكوليا with the ulna، فراح يتكون لي الالبو جوينت اللي ينطيني قابلية تحريك الفرعون، قابلية تحريك الفرعون. هسه راح تتوضح أكثر مع هاي الصورة. لاحظوا هاي صورة توضيحية للشولدر جوينت، ذكرنا انه راح يتكون من خلال تمفصل articulate the humerus head with the clinoid cavity of scapula. هاي العظمة scapula وهذا التجويف ال clinoid cavity وهاي ال humerus head. articulate the humerus head with the clinoid cavity of scapula كون الشولدر جوينت. زين الالبو جوينت شو راح يتكون؟ النقطة الأولى راح أسميها capitulum والنقطة الثانية التروكليا. الكابيتولوم articulates with the radius والتروكليا articulates with the ulna، راح يتكون لي الالبو جوينت. منو الراديوس ومنو الالنا؟ راح نتعرف عليها من ناخذ منطقة الفرام، منطقة الفرام اللي هي الساعد، منطقة الساعد. أي سؤال طلاب عن الجوينت؟ دكتورة بس يا ريت تغلقين الصورة من جديد، يعني تفتحين الصورة، لأن اكو طلاب الصورة يم مختفت وما يعرفون منين يفوتون. ما مشكلة. واضحة الصورة الآن؟ اي دكتورة هسه واضحة. طلاب اي سؤال عن الجوينت؟ دكتورة الصورة ماكو بالملزمة ليش؟ والله هاي انا اضبطوها بعدين على مود يتوضح الشرح، ما مشكلة راح يجيكم التسجيل مال الميت وموجودة معه. ماشي دكتورة شكرا. على عيني. طلاب أنا راح أتوقف لي هاي النقطة ما أكمل المصل، لأن يعني أنتظر دكتور صديق يدخل معاكم. هل يوم دكتور صديق محاضرة عن الـ upper limb اللي أكمل لكم الـ introduction؟ الدكتورة ما أدري شان يشرح لنا عن البيطرة، ما أدري شنو. زين بس زميلتنا كانت عتريدي عادة، بس الطالبة اللي تكلمت تعيد السؤال مرة ثانية. بس الشرح بالبداية لأن النت كان يمي مقطوع. ما مشكلة ما مشكلة. طلاب أنا لهاي النقطة راح أنتهي، يعني محاضرتنا اليوم تقريبا اكتملت، راح أتوقف إلى المصل، المحاضرة الثانية أكمل العضلات، فراح أعمل مراجعة سريعة لما سبق. زين أخذنا تشريح الأطراف العليا، بدينا بالستركتشر أوف سكيليتون سيستم، تركيب الجهاز الهيكلي، راح يتكون من البون والكارتليج والجوينتس، عظام بضاريف والجوينتس. بعد ذلك أخذنا تصنيف الجهاز الهيكلي two parts، البارت الأول هو أكسيال والبارت الثاني الأبندكولار. الأكسيال راح يضم لي السكول والفيرتيبرال كولومن والريبس والسترنم، والأبندكولار راح يضم لي بيكتورال جيردل والأرس، بلفيك جيردل والليج. أخذنا البيكتورال جيردل حزام الكتف، حتى أبدي أدرس تشريح الأطراف العليا راح أبدي أدرس حزام الكتف. كم عظمة؟ two bone the scapula and the clavicle. The scapula explain the scapula bone triangular flat bone has two functions. Form protective cover for the shoulder joints. Form attachment site for the clavicle and some shoulder arms.
إذن راح تمتلك وظيفتين، الوظيفة الأولى هي cover، الوظيفة الثانية هي attachment site. The clavicle bone, explain the clavicle bone. راح يكون جوابي a long bone with the slight sigmoid, S-shaped curve. إذن هو يصنف ضمن العظام الطويلة وشكله راح ياخذ شكل حرف الاس. What the function of the clavicle? Holding the upper limb away from the body. What the articulate point of the clavicle? Had two articulates, laterally with the scapula, medially with the manubrium of the sternum. The upper limb, الآن المنطقة الأولى للأطراف العليا هي الآن, contain only one bone called the humerus. The humerus head from shoulder joint. From articulates the humerus head with the clinoid cavity of scapula, the neck and the groove, the body, the capitulum and the trochlea. Capitulum and the trochlea articulates with the radius and ulna to form elbow joints. So the shoulder joints articulates the humerus head with the clinoid cavity. The elbow joints from articulates capitulum and the trochlea with the radius and ulna. انتهت المحاضرة. أي سؤال؟ ما قصرتي دكتورة. دكتورة هسه امتحان لو راح ياخذنا دكتور صديق.